الأراضي لقبائل الصحراء نحن نرفضه رفضا باتا لمعازرة إخوتها وإخوانها من قبيلة تحسن بجماعة رأس أمليل. بدورنا كقبيلة عيد الحسان نعلن تضامننا اللامشروط مع جميع قبائل الصحراء دفاعا عن الأراضي ودفاعا عن حقوقهم. الأرض والعرض بالنسبة لنا خط أحمر. مع موريتانيا ونرحب بجميع المناضلين والمناضلات الشرفاء المدافعين عن الأرض وعن العرض في هذا اليوم المبارك التاريخي في رأس أمليل. أحييكم إن شاء الله وأنا شاكرينكم على هذه المواقف، هذه المواقف النضالية التاريخية اللي سجلت حقيقة على هذا النهار العظيم مع هذه القبيلة العظيمة قبيلة تحسن الأبية. وأنا شاكرينكم جميعا ولا ننساو ولا ننساو، الله يجازيكم بخير الصمت لها، لا ننساو ونقف كاملين وقف تجلالا وإكبارا وتقديرا واحتراما للأخ أبو كاش مولود محمد على هذه المواقف النبيلة على هذه التنظيم العظيم اللي حقيقة على أنه سهر ليلا ونهارا على هذا اللقاء اللي حقيقة على أنه ناجح بجميع المقاييس في هذه البلدة. تحية نضالية إلى كل المناضلين والمناضلات أحفاد المجاهدين والشهداء ورثة هذه الأرض الطاهرة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا. بعد الاستعمار البريطاني والبرتغالي والإسباني والفرنسي، وها هي كل الآثارات والمقابر شاهدة اليوم على أحقية قبيلة تحسن بملكية أراضيها دون قيد أو شرط. وترحب قبيلة تحسن بكل ضيوفها الكرام من قبائل الصحراء القادمة للمؤازرة والتأييد. ونحن بدورنا نعلن تضامننا اللامشروط مع جميع قبائل الصحراء المدافع عن الأرض والعرض ضد المؤسسات والأطماع القادمة لاجتياح وسلب الأراضي من ملاكها الأصليين. ونحن اليوم نعبر عن احتجاجنا لما يحدث من محاولات لنهب أراضي قبيلة أي تحسن أينما تواجدت من وادي نون وادي الذهب مرورا بوادي الساقية الحمراء من طرف إدارة الأملاك المخزنية. ونرفض بشدة التقسيم الصادر بقرار من وزير الداخلية رقم 22/15/17 الرامي إلى تقسيم المجال الجغرافي لجماعة رأس أمليل وتوزيع على الجماعات المجاورة لها بدون أي مبرر قانوني أو عرفي. كما نردد بشدة ما يحدث من تهميش ممنهج لجماعة رأس أمليل في محاولة لتهجير ساكنتها بإقصائها من البرامج التنموية. إقصائها من البرامج التنموية الكفيلة بخلق فرص الشغل للشباب وغياب صندوق الدعم الموجه للأسر المعوزة والمتمثل في وظائف الإنعاش الوطني. وتبقى جماعة رأس أمليل وصمة عار على جبين جهة كريمين وواد نون لافتقارها وضعفها أهم المرافق الحيوية بها كالصحة والتعليم والإنارة العمومية والمياه الصالحة للشرب وتعبيد الطرقات والأخطر من ذلك كله عدم تواجد مركز القيادة داخل نفوذ الجماعة. كل هذا التهميش والجماعة الترابية غنية بثرواتها كالذهب والمعادن الثقيلة والثروة السمكية بإطلالها على البحر، كما أنها تعتبر منطقة فلاحية صالحة للزراعة بتوفرها على أكبر بحيرة مائية جوفية يتم استغلالها فقط من طرف إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وفي ختام هذا البيان نؤكد فيه للرأي العام أننا مستمرون في
بهذا النضال بكل عزيمة وإصرار حتى يتم احترام أراضي قبيلة أيت حسن ومعها باقي أراضي الصحراويين وتمكينهم بكامل حقوقهم المكتسبة على أراضيهم أينما تواجدت من حاميد غزلان إلى معبر الحدودي مع موريتانيا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بالنسبة لوجبة الغداء